كورا نرجعوا للاخبار نسمعوا طارق بشنو قال في علاقه بضعف المنتخب. اليوم المنتخب التونسي ما سجل الا هدف وهدفين في كل دوري، في كاس سجل هدف، في البطوله هذه سجل هدف، رغم ان عندنا دفاع حصين وقوي واحنا نعتمد اليوم على الدفاع نتاعنا. هذه هنا مشكله كبيره، مو مشكله القادري، مشكله ان الفرق نتاعنا ضعيفه جدا والدوري ضعيف والمشاكل في البطوله نتاعنا، مشاكل كبيره في البطوله نتاعنا. اليوم البطوله نتاعنا مش قادره باش تعطينا ثلاثه تحسن الملاعب. اليوم ما عندناش ملاعب في تونس، اليوم عندنا رادس، رادس يلعب في الترجي والافريقي هو النجم. هل يعقل في 70 سنه ما عملنا الا ملاعب؟ لكن اليوم لازم نلوموا على انفسنا. اليوم ما عادش نحكيوا على وديع الجري مسكين او الاتحاد او اليوم سياسه الدوله. اليوم الدوله لازم تعتني اكثر بالرياضه، ماهوش وديع الجري باش يبني الملاعب، ماهوش الاتحاد باش يبني الملاعب، مش باش يبني الملاعب. اليوم سياسه الدوله، ولهذا اليوم اللوم الكل انا بالنسبه لي انا السياسه القضيه لازم تتغير في تونس. ما عادش نلوموا على القادري، نسمع في البلاتو في تونس القادري والقادري لا، هذه يعني تفوت القادري وتفوت كل شيء، تعطيها حتى افضل يقدر يعمل شيء، يقدر يعمل شيء. جرب اللاعبين الكل عندنا سوا 7 8 سنوات ما عندناش مهاجم، نلعب بالجزيري، يلعب جويني، يلعب يوسف راس حربه، يلعب مش عارف، مشكله كبيره. هذا كلام من امبراطور الكره طارق ذياب. كي يتكلم طارق ذياب نجمو نسمعوا ونقيدوا شويه ونحاولوا نفهموا الكلام اللي قاله طارق ذياب. نزيدوا نسمعوا حاتم الترابلسي اللي حكي على مشكله التكوين، تكوين اللاعبين، ونرجعوا نعلقوا على زوز ملاعبيه من اكبر النجوم اللي عرفتهم الكره في تونس. زارت الملعب التونسي العديد من الانديه اللي كانت في وقت ما كانت لديها على مستوى جيد ومراكز تكوين جيدة، فكانت تدر على الفرق على مستوى نوعا ما محترم، ولذلك سابقا لم يكن لدينا كثير من اللاعبين خارج تونس. أنا أعتقد أن السياسة الرياضية في تونس التي يمكن في فترة ما الجامعة الاتحاد التونسي الذي أصبح اللاعب المغرب العربي قادر أن يلعب في تونس بدون أنه أجنبي، وإن كان هم مرحب بهم، لكن هذا أضر، لأنه اليوم أصبحت الأندية التونسية ذات تكون عندك 8-9 لاعبين من الجزائر و8-9 لاعبين من المغرب و7-8 لاعبين من كذا. هذا سيحرم فرصة اللاعب التونسي الشاب لما أنا يكون عندي ظهير أي، مثلا أتكلم على نفسي كيف ساعدت، أنا كنت 16-17 الفرصة، هل كنت أنا لاعب جيد من أول؟ كنت في مواصفات اللاعب اللي قادر عن التطور، ثم منحت الفرصة في فريقي شخصي وصبر علي الإدارة والإطار الفني والجمهوري لغاية وصولي إلى المستوى إليه. فأنت اليوم لما تعطي للجمهور لاعب صغير ولاعب جاهز، سيختار اللاعب جاهز لأنه يريد النتيجة مباشرة. هذه من الحاجات اللي يحكي عليها زيد حاتم الترابلسي، مشكلة التكوين، مشكلة اللاعبين الجزائريين اللي مخليوش الملاعبية التونسية صغار بتتر يبرزوا، هي التفصيلة، ولكن التفصيلة الأهم تبقى مشكلة التكوين. وكلام طارق ذياب، طارق ذياب نعرفوا موقفه من وديع الجري، من الناس اللي حاربت وديع الجري عندما كان رئيسا للجامعة ومن سنوات، وعندما كان وزير كان يبحث على إسقاط وديع الجري ولم يكن يخفي هذا. اليوم يحكي بكل تجرد، تقول لك مشكلتنا ماهيش وديع الجري، ما نكذبوش على رواحنا، مشكلتنا سياسه الدوله، ملاعب، تكوين. اعمق من وديع الجري واعمق من جلال القادري. ناصر، قداش تعطي الكلام اللي قاله طارق وحاتم نعلقوا عليهم الزوز؟ الزوز 9، على خاطر طارق ذياب هو بالملموس. طارق ذياب، انا نقول لك بالملموس، طارق ذياب اكثر وزير بعد الثوره ووقت اللي شد الوزاره، هو عمل منشآت رياضية وعمل ملاعب وعمل انفراستركتور وخدم خدمة كبيرة. الوحيد خاطر يمن بالرياضة ويعرف شنو معناتها الرياضة وشنو معناتها لازم توفر للرياضة. وهذه الناس ما تحبش تسمعه، برشا ناس ما يحبوش يسمعوه، وكأني في وقت من الأوقات وقت اللي نبدا نحكيو فيه نحبوا نجاملوا فلان وفلتان. هذا الكلام تقال قداش من مرة، لكن أكدوا اليوم طارق على خاطر هو زاد في وقت من الأوقات شد منصب وزير وفعل، على خاطر انا كان طارق ما عملش هذا تو نقول لك راه طارق وقت اللي كنت وزير شبيك ما عملته؟ لا ريال ما، انا نقول لك طارق عمل. انا نقول لك في 2013 طارق ذياب والنادي الصفاقسي هز بطوله. النادي الصفاقسي كان يلعب في تيران ما يصلح لحد شيء، كل شيء الا لكره قدم. وقت اللي جاي شافوا يا رفيق وانا كنت حاضر موجود، انا مسؤول، انا مدير رياضي في السي اس اس، قال التيران هذا كيف السي اس اس تلعب فيه. ونقول لك حاجه، وقت عمل معناتها اشغال أور بي جي، معناتها قال لابد حينا توا يتبدل ملعب الطيب هيري وليزا نيكس نتاعو
ويرجعوا النادي الصفاقسي والملعب الطيبة مين أبسط حاجة على الأقل في عشب لعب كرة قدم. هذا هو ريو من أختي نحكيه على كرة ونحكيه على انفراستركتور ونبدأ نحكيه استراتيجي. يودي هاي موريتانيا مش بعيد علينا برشا، 10 سنين التالي موريتانيا ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها كرة القدم. كان الكرة اليوم هاي الناس وليت تعمل في إنجازات كبيرة، هاي تعديت للدوزيام تور، رأي كل شيء باستراتيجية، رأي استراتيجية دولة، لابد أن الدولة تأمن بالرياضة. اليوم احنا فهمة دولة تأمن بالرياضة ما فهميش بالأمانة. إذا هو احنا قعدنا ديما ولت مشكلة، ولت الكرة مسيسة، ولينا سايسو فيها، ولينا شخصنو فيها، ولينا مربوطة بشخاص. راو يا رفيق راو في وقت من الأوقات، مش هذا باش ندافع على مكتب جامعي ولا ما ندافعش ولا أي إنسان باش يتعدى ويمشي على روحه. راو في وقت من الأوقات عنا الأزياء متاع المنتخب التونسي موجودين في الديوانة ما نجمش خرجوهم. راو هذوما ديسيني علامات خايبين. مهما كانت اختلافاتك مع الأشخاص يا ودي، فما مصلحة متاع الرأي الوطنية والمنتخب تتعدى قبل الناس كل. اليوم راهو كيما يحكي حاتم زاد كيف اللي كان يحكي فيه حاتم واقع وموجود. الوجود الاجانب معناتها الاشقاء الجزائريه ولا الليبيه اللي كانوا موجودين في البطوله عامين وثلاثه، الخدمه لبعض الانديه باش تخليهم تلعب في الشامبيونز ليغ ويلعبوا في البطولات ويلعبوا لي بارتيسيباسيون على خاطر ما فماش قماش في تونس. يقول لك انا نعطيه حل سريع باش ينجم على الاقل ينافس. هذا اللي موجود على خاطر ما فماش تكوين في ليجون والمشاكل اللي موجوده في ليجون. اللي يلعب يا عنده بوه يا عنده فلوس، يا اللي ما عندوش فلوس ما يلعبش كوره. تو في تونس راهو الاكاديمي اللي باش يمشي واحد يهز فيها ولده، ابسط حاجه لازمك تخلص 30 دينار باش ولدك ينجم يمارس الكوره نهار السبت ونهار الاحد. اليوم راهو الكوره ما عادش الكوره راهي نتاع الزواوله. راهو اللي ما عندوش فلوس ما ينجمش ولده يلعب كوره. هذا من كل مشاكل شكون باش يعملها؟ ما الدوله لابد ان توفر الملاعب وتوفر الانفراستركتور وتوفر المساحات وتوجد الناس اللي باش هذا الكل. غايبه الدوله تعرف وقتاش توجد، كانك تهز لقبته وتجيب لك باكو نوار وتجي تمتصدرها. ما فماش هذاك، معاك ربي وربي يوفق واحد ومش مني انا راه منهم هم. راه الناس الكل المنظومه كامله تتحمل مسؤوليه الفشل هذا. منظومه ناصر البدوي عازه توا قدش 13 سنه انها تنظم مقابلات بحضور الجمهور. صحيح قلت البارح منظومه كامله عازه انها تدخل جماهير الترجي والفريقي في الديربي. ونعرف كل قيمة الجمهور والروح اللي يعطيها للكورة والموتيفاسيون والفلوس. الجمعيات باركة ورجال الأعمال ما عادش عندها ما تصرف. منظومة كاملة عازة على أنها تدخل بوبليك يتفرج من لزوز فرق المنافسة. ونحكيه على كورة نحبوها تتسابق، هذه أبسط الأشياء. بالله باش نعطيك إكزامبل واحد ونكمل. بعد الفاصل نجيك محمود. فما شكون البارح كلمني في التليفون قال لي والله الوزارة باش تعطيونا فلوس ولا الجامعة التونسية باش. قلت له قداش باش تاخذوا فلوس من عائدات نتاع التلفزة والواحد؟ باش ياخذوا كل جمعية باش تاخذ 150 مليون. عندهم عام ونص ولا عامين ما خذوا حتى فرنك، باش ياخذوا 150 مليون. ما يكفيوش درج أنا نعرف شنو معناها. بعد ساعات 2 مليارات ما يكفيوش درج، مش 150 مليون. باش تحكي لي على الرياضة وتحكي لي على الدنيا وتحكي لي واحنا متغشين؟ علاش تتغشوا على باش يقول فهمي كلمة؟ نرجو نحكيو بقى.